السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب صف ثالث متوسط. راح نبلش وياكم سلسلة الرياضيات، دروس رياضيات الفصل الرابع لهندسة الإحداثية. وأول موضوع عندنا تمثيل البياني للمعادلات في المستوى الإحداثي. طبعا عندنا المعادلات تنقسم قسمين حاليا عندكم بصف الثالث، اللي هي المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية. المعادلات الخطية هي المعادلات اللي تكون الأس مال التغير مالتها يكون مرفوع للقوة واحد، تمام؟ أما المعادلات التربيعية راح نكون الأس متغير مالتها اللي هو الإكس أو الواي يكون مرفوع للقوة اثنين، أس اثنين يعني. المعادلات الخطية قلنا هي المعادلات اللي طبعاً الأسس مالتها يكون الأس المتغير مالتها واحد، والرسم مالتها التمثيل مالها على المستوى الإحداثي يجب أن يكون خط مستقيم. يعني أنت لما تحل وتكمل إذا الرسم مالتك مو خط مستقيم فحلك بيه مشكلة أكيد يعني، أو بيخط. رح نأخذ نمثل عليها حتى تثبت عندكم الأفكار. أن أول مثال y ناقص 3x زائد 5 يساوي 0. وليدي إحنا دائما متعلمين بالصف الثاني متوسط نفرض قيم y، نفرض قيم x ونستخرج قيم y. لذلك راح نخلي الواي بجهة والبقية اللي هو الاكس والثابت اللي هو الرقم بجهة ثانية، فراح نحول لثلاث اكس وراح نحول الخمسة، فراح تصير المعادلة y تساوي هي ثلاث اكس سالب، شو تصير موجب، وهاي موجب شو تصير سالب. خلاص هنا سهلت عليك المعادلة. هسه شو راح اسوي يعني؟ راح افرض قيم x بكيفك، شتي تفرضهن افرضهن، اي رقمين تي تفرضهن افرض قيم x، انت بكيفك انت حر، تمام؟ مثلا ولا افرضها مثلا 2 و3، خلاص هاي فرضت 2 و3 هاي. نجي مره اعوض الاثنين بدال x واطلع قيمه y واخليها بزوج مرتب، ومره اخلي الثلاثه مكان x واخليها مكان الاكس واطلع قيمه واي واخليها بزوج مرتب وارسم الرسم مالتي. فبابا ايش راح اسوي؟ راح اقول عندما الاكس يساوي 2 تي تسوي جدول، تي تحل هيج حل هيج، راح تقول الاكس يساوي 2 يؤدي الى الواي يساوي الثلاثة، انزلها بدل الاكس ايش قد راح اخليه 2 ناقص ايش قد ناقص 5 يؤدي الى الواي يساوي 3 في 2 6 ناقص 5 1. اذا النقطه الاولى البوينت 1 مالتي ايش قد الاكس 2 ايش قد الواي 1، فصارت عندي 2 1. دائما انت تعرف كطالب صف ثالث لازم تعرف ان النقطه ما تتكون من اكس وواي، فقيمه اكس ايش قد فرضتها 2، قيمه واي ايش قد طلعت لي 1. هاي النقطه الاولى. نجي لما اقول اكس يساوي 3 هاي يؤدي الى الواي يساوي 3، انزلها مال المعادله بدل الاكس قد راح اخلي قد فرض ثاني 3 ناقص 5 يؤدي الى الواي يساوي 3 في 3 9 ناقص 5 العفو ناقص 5 شي يساوي هاي 5، 3 في 3 9 ناقص 5 ايش قد 4. ف بوينت 2 ايش قد طلع لي؟ ايش قد قيمه الاكس 3، ايش قد قيمه الواي أربعة. خلاص هسه طلع لي بوينت 1 وطلع لي شنو بوينت 2. اجي شو اسوي هسه؟ فقط علي الرسم، الرسم مالتي مسطره ولازم يكون رسمك مرتب شوي. هذا قيم x الموجبة، هاي قيم x السالبة، هاي قيم y الموجبة، هاي قيم y السالبة، تمام؟ أجي شو أسوي؟ أجي أسقط النقطة. طبعاً أكبر نقطة عندي هنا أربعة، فأنا حاول أخطط أربعة خطوط، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي جوا هاي وين تكون فوق، تعرفوهن ذني، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي منا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي منا واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا رقم واحد، اثنين
ثلاثة أربعة، منا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة، منا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة، هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أجي أسقط شنو النقاط؟ بوينت ون اثنين بواحد، اثنين وين؟ على إكس هاي الاثنين، والواحد وين؟ على الواي هاي النقطة، هذا الملتقى مالتهم هاي بوينت ون. زين عندي ثلاثة بأربعة، هاي ثلاثة وهاي شقد؟ هاي ثلاثة وهاي شقد هنا؟ أربعة، صح لو لا؟ هاي ثلاثة. أجي أرسم الخط الماتي اللي قلنا لازم يطلع شنو؟ لازم يطلع خط مستقيم. رسم، لأن المعادلة شبيهة معادلة خطية، تمام؟ فهذا من أريد أوصف هذا المستقيم، من أريد أقول المستقيم يقطع محور، هذا يسموه محور السينات، وهذا المحور يسموه محور السادات. فهنا أقول المستقيم يقطع محور السينات. يجوز أنت تفرض قيمة سالبة ويطلع لك المستقيم، أو تفرض غير قيم ويطلع لك المستقيم يقطع هذا وهذا. تقول المستقيم يقطع، مثل ما محلول عندكم بالكتاب هو نفس المثال، بس فارض بدل 2 و3 فارض 0 و3، فطالع لك القيمة بالسالبة فراح يطلع هنا. فهذا لما يقطع المستقيم هيك، لما يقطع المستقيم هذا ويقطع هذا، أقول المستقيم يقطع محور السينات ويقطع محور الصادات، تمام بابا؟ هذا أول مثال بالنسبة لنا بالنسبة للمعادلات الخطية. زين عندكم أيضا من ضمن الأمثلة المثال اللي يعني شوفوا حال لكم إياه هنا محلول عندي، اللي هو الواي، مثال رقم 2 واي يساوي 4. شوف علي، الواي يساوي 4 هذا معناتها أنت شقد ما تفرض قيم إكس الواي هي تبقى 4، تمام بابا؟ لما أقول لك مثلا محمد مجتهد، محمد يبقى مجتهد مهما يصير يبقى مجتهد، تمام؟ نفس الشيء أقول لك محمد مجتهد دائما، محمد يبقى مجتهد، محمد ما يتغير. هنا نفس الحالة، قايل لك الواي يساوي 4، يعني مستحيل شقد ما تفرض الإكس قيمة واي شقد تساوي 4، لأن ماكو قيمة متغير إكس حتى يغير لي إياه. فهنا شوف تفرض قيم إكس بكيفك أنت، 0 و3 طلع لك الرسم. شلون راح يطلع لك الرسم؟ راح يطلع لك بهذا الشكل، شوف هذا الخط هنا الرسم راح يطلع لك. فش تقول؟ من ريد تقول هذا المستقيم، احنا هذا سمينا هذا المستقيم، سميناه المحور، هذا سميناه المحور السيني، فاقول المستقيم يوازي محور السينات، تمام بابا؟ هذا الحل قدامك وسهل، ما بي كل شيء، يعني تفرض قيم اكس بكيفك من عندك وتبقى قيمه واي 4. هنا نفس الشيء قالب لك اياها، الإكس يساوي سالب 3 نفس الشيء، نفس الشيء هم، بس هنا لما قال لي الواي يساوي 4 المستقيم يوازي محور السينات، لما يقول لي إكس يساوي سالب 3 لما أرسم وأطلع هو الناتج طالع لك قيمة الواي، فتقول سالب 3 يعني هاي، فهنا تقول المستقيم يوازي محور الصادات، لما كان الواي يساوي 4 مستقيم يوازي محور السينات، لما إكس يساوي سالب 3 المستقيم يوازي محور الصادات. مفهوم هذا؟ أنا أعتقد كلش سهلة، يعني ما بيها كل شيء. نجي ناخذ أيضا مثال ثاني اللي هو يقول، بس هذا مشابه لذاك المثال، راح ناخذ لكم مثال من ضمن تأكد من فهمك. مثلا هنا هذا المثال، واي يساوي 4 اكس ناقص 3، هذا هسه هو محولها، هو مخلي واي بصفحة واكس بصفحة، فما حاجة تقعد يعني تسوي تحول اكس، كل شيء ما تسوي هنا، فقط تفرض قيم اكس وكيفك، شو تريد تفرضهن؟ افرضهن، ولتكن قيم اكس راح افرضهن صفر، يعني أغلب الناس تضوج من الصفر، الصفر وهنا مثلا الواحد،
نجي أقول لما الإكس يساوي صفر يؤدي إلى، راح أروح أعوض الصفر بالمعادلة هنا وأطلع قيمة الواي، أقول الواي يساوي 4 في 0 ناقص 3 يؤدي إلى، الواي يساوي 4 في 0 0 ناقص 3، 0 ناقص 3 مو تقول 0، 0 ناقص 3 سالب 3. نجي بوينت 1 إيش قد طلع لي؟ إيش قد فرض قيمة الإكس؟ صفر. إيش قد طلع قيمة الواي؟ سالب 3. نجي الإكس يساوي أفرض القيمة الثانية الآن 1 يؤدي، مو تجي تفرض هنا فرضية وتطبق غير فرضية، لا إيش تفرض تلتزم به، نقول يؤدي إلى واي يساوي 4 إيش قد قيمة الإكس؟ 1 ناقص 3 يؤدي إلى واي يساوي 4 في 1 4 ناقص 3 شي يساوي 1. إذا بوينت 2 إيش قد طلع لي؟ الإكس قيمة الإكس 1 وقيمة الواي إيش قد أيضا طلع؟ 1. مو تنصدم عادي مو مشكلة، خليه يطلع 1 بواحد ماكو مشكلة. نجي أرسم، شو وقت تنصدم؟ تنصدم وقت اللي تشوف الرسم مالتك ما طلع خط مستقيم، يعني شنو معناته؟ يعني معناته أكو مشكلة بالحل مالتك، فد إشارة مو محولها، فد رقم مو جامعة أو طارحة عدل، لذلك لازم ترجع تراجع الحل مالتك. انتبه وليدي، أكبر نقطة عندي سالب 3، هاي 1 2 3، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 1 2 3. تبع علي أجي أرسم هسه، أسقط النقاط، بوينت 1 صفر وسالب 3، وين صفر؟ هاي الصفر وهاي السالب 3، ها هيجي هيجي خليها تبينها زين. نجي بوينت 2 1 بواحد، هاي 1 هاي 1 بواحد، هنا شوف أجي أرسم الخط، لازم يطلع خط مستقيم، من ما يطلع خط مستقيم معناته أكو شنو مشكلة. أجي أرسم الخط المستقيم باو وليدي، رسمت الخط المستقيم، اكو مشكلة هسه بهذا الخط المستقيم؟ لا. من اريد اوصفه شو اقول؟ اقول المستقيم يقطع محور الصادات ويقطع ايضا محور شنو؟ السينات، تمام؟ اقول المستقيم يقطع محور الصادات ويقطع محور السينات، إضافة إلى أنه تقول هاي النقطة إحنا كنا نسميها نقطة الأصل، ولا يمر بنقطة الأصل، تيد تقولها ما تيد تقولها بكيفك، بس الأفضل قولها خسران أنت، قول ولا يمر بنقطة الأصل. إذا المستقيم يقطع المحورين الصادي والسيني ولا يمر بنقطة الأصل. لي اليوم راح ننتهي بهذا موضوعنا اللي هو فقط أخذنا تمثيل المعادلات الخطية على المستقيم الإحداثي، ليرجون من الطلاب أنه يقعدون ويحلون هذا الموضوع، يحلون الأمثلة بالبداية عليه ويشوفون الحل مالتهم، ويروحون للتمارين تأكد من فهمك وتمارين تدرب وحل التمارين، لأن هاي عالطالب لازم يقعد يحل شكو معادلة منطيك إياها على التمثيل البياني للمعادلات الخطية. في المحاضرة الجاية إن شاء الله راح أشرح التمثيل البياني للمعادلات التربيعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.